السلام عليكم ورحمة الله. دهان الدوكو اللي هو دهان السيارات أو بيسموه في بعض الدول العربية الدهان الناري، يعتبر من أقوى وأفضل الدهانات تحملا للعوامل الجوية، وهو دهان احترافي يحتاج للمهارة لتنفيذه، والفينش بتاعه بيكون عالي جدا. قبل كده عملنا له فيديو هيظهر دلوقتي وهسيبه لك في شريط الوصف عن طريق تطبيقه باستخدام مسدس الرش. احنا النهارده هنطبقه على الخشب، ولكن بطريقه مبسطه جدا للناس اللي هو تقدر تستخدمها في البيت، وده عن طريق استخدام الروله. الطريقة اللي هنستخدمها النهاردة هي طريقة غير احترافية، ولكن هتفيدك لو انت هتدهن مسطحات مصغرة من الخشب، تقدر تنفذها بدهان قوي زي ده، يتحمل الغسيل ويتحمل المية ويتحمل عوامل الجوية المختلفة، وتقدر تنفذه في البيت إلى حد كبير. تعالوا مع بعض نشوف التجربة، وفي نهاية الفيديو هقول لك على المميزات وعلى العيوب. أول حاجة هنعملها هي عملية إعداد السطح، هنشيل أي زيادات زي ما احنا شايفين بالأزميل، وبعدين نبدأ عملية الصنفرة. نصنفر الخشب بصنفرة ناعمة رقم 220، وبعدين نبدأ عملية معجنة السطح، معجنة اللحامات والثقوب. في ناس سألتني ليه ما تستخدمش سكين المعجون المعدنية دي أو حتى البلاستيك في إنك تمعجن بيها الشغل بتاعك. أنا دايما بستخدم الكارت، لأن الشغل دايما بعرضه بيكون مشغولات خشبية صغيرة، فالكارت هو أفضل أداة معجن بيها، لأن نسبة المرونة فيه عالية وصغير، وتقدر تخش بيه في الكيرفات والدورانات بسهولة جدا. معجن اللحامات والثقوب إما بالمعجون البلدي أو المعجون الفرنسي، وكنا عملنا له أكتر من فيديو قبل كده، هسيب لك إن شاء الله في شريط الوصف مجموعة فيديوهات عن تكوين المعجون. وبعد جفاف المعجون هنصنفره صنفرة جيدة جدا بصنفرة رقم 220. بعد صنفرة المعجون هبدأ أبطن السطح ببطانة فيلر، تسمى في دول الخليج الأساس. هتتكون من واحد جزء بطانة زائد واحد جزء تنر حار. طبعا هقلبهم كويس جدا مع بعض. استخدم في الدهان رولة زيتي جيدة النوع، لازم تكون جيدة طبعا عشان الشعيرات ما تطلعش في الدهان وانا بشتغل. طبعا وانا بشتغل هاخد كمية مناسبة وابدأ ادهن الخشب. عشان ادهنه كويس ويدي نتيجة كويسة، لازم تكون السيولة بتاعت الدهان مناسبة زي ما انا شايف كده. لو لقيت ان الدهان بتاعي تقيل ممكن اخف شوية بالتنر. طبعا الدهان في ثواني معدودة بيجف، فعشان كده لازم تكون ايدك سريعة وتكون سيولة الدهان عالية. كل الدهان ما بيجف ببدأ الف المشغولة وادهن السطح اللي بعده وارجع اعيد عليه. كده انا دهنت وجه من البطانة. بعد تمام الجفاف هرجع ادهن كمان وجه من نفس البطانة، يبقى انا كده دهنت وجهين من البطانة او الاساس فيلر. بعد تمام الجفاف هبدأ اصنفر السطح اما بصنفرة 220 او 240 بحيث تديني سطح ناعم. بعد عملية الصنفرة بتيجي عملية معجون التلقيط، لأن هلاحظ بعض الأماكن نسيت معجنها أو بعض الأجزاء ظهرت إن هي محتاجة معجون تاني. هبدأ معجنها بنفس المعجون اللي أنا استخدمته قبل كده، أو ممكن أستخدم معجون الدوكو الجاهز. بعد كده عملية صنفرة ناعمة جدا ب 240، وبعدين أبدأ أنظف المشغولة من أي أتربة وأبدأ أجهز اللون بتاعي. هستخدم المرة دي دهان دوكو أبيض، وبعدين أبدأ ألونه بمركزات الألوان. أنا هضيف قطرات من اللون الأصفر بحيث أوصل للدرجة اللي أنا عاوزها. طبعا جميع المكونات دي ومركزات الألوان ودهان الدوكو بيتباع كلهم عند الموان أو في محلات شركات الدهانات. طبعا دهان الدوكو او الدهان الناري ده بخفه بنفس النسبة اللي خفيت بيها البطانة، وهي نسبة 1:1. لو لقيت الدهان محتاج سيولة اكتر ممكن تزود نسبة التنر. هبدأ دلوقتي الون الجزء الداخلي، هلونه برضو باللون الاحمر مع قطرات بسيطة من الاصفر.
طبعا المفروض ان انت بتلون الداخلي قبل الخارجي، ولكن كنت انا محتار شوية في درجة اللون، فعلشان كده خليت الجزء الداخلي للآخر. من خلال التجربة الجزء الداخلي بصراحة بيكون صعب انك تدهنه بدهان الدوكو، لان بيكون ضيق جدا زي ما احنا شايفين، فيفضل ان انت تخلي دهان الدوكو او الدهان الناري للمسطحات المسطحة الكبيرة المفاش اجزاء داخلية. دي كده النتيجة، ودي درجات اللون بتاعتنا. تقدر طبعا توظفهم بالشكل اللي تحبه لما تيجي تعلقهم طبعا على الحيطة. طريقة تنفيذ القطع دي او البوكسات دي خشب هسيبهولك ان شاء الله في شريط الوصف. طبعا دهان الدوكو من الدهانات اللي بتقبل الغسيل والتنظيف، ويمكن استخدامها داخلي وخارجي. من خلال التجربة الطريقة دي تنفع لمسطحات الخشب، لو انت عندك مكتب، عندك طاولة، ممكن تدهنها بالطريقة دي. ولكن الشغل اللي فيه اجزاء غائرة الرولة ما تقدرش تدخل جوه، يعني الجزء الداخلي من الشغل كان اصعب حاجة انك تدهنه بالرولة بالدهان الدوكو. تمام. الميزة التانية ان انت من خلال استخدامك للرولة تقدر تنفس الدهان ده في البيت، ولكن طبعا الريحة هتكون عالية، ولكن ما فيش رذاذ زي اللي بيطلعه مسدس الرش. كمان الدهان ده مقارنة بالدهان الزيتي او الدهان المائي يعتبر دهان قوي جدا. نيجي بقى لعيوب الطريقة دي. عيوب الطريقة دي ان هي طريقة غير احترافية، يعني لا يمكن مقارنة المنتج ده بمنتج انت بترش بمسدس الرش. طبعا فرق كبير جدا في الفينش النهائي للدهان. تاني عيب ان انت بتستخدمه مسطحات الخشب بس، ما ينفعش شغل فيه اجزاء غائرة دقيقة تستخدم فيه الرولة، لازم تستخدم مسدس الرش. في النهاية الطريقة دي باستخدام الرولة هي طريقة غير احترافية، ولكنها تصلح للهواة. لو عندك قطعة صغيرة في البيت مسطحة ينفع كويس جدا تدهنها بالرولة، تديك منتج إلى حد كبير يعتبر جيد جدا. دعواتكم هنا بالتوفيق، اللهم اجزيه خيرا في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله.